من ابشع القصص آه يعني ولد شاب يمكن يعني مواليد اتوقع 85 او 86 هذا لن يرزق بطفل يعني صاير عنده طفل بهذه الفتره يعني يعني صاير حمل عند زوجته بطريق وصولهم الى آه النخب يعني باقيين يمكن ست ايام يلا واصلين يعني صايره مشكله ولاده فتوفى الطفل فدافنينه عند اقرب خيمه كانوا بيها ف صعد بالعالم هذا انا شفتهم يجرون به هذا يريد يرجع فقلت له شبيك ما دي احنا الوقت قال لي ابني دافنه يعني اوف ابني من الخيمه تتوكل بالله وهذا امر الله يعني مشاكل يعني يعني هناك اسياد قوم مثلا جالسين انا اعرفهم شخصيا من محافظ صلاح الدين تلقاه جاعد بودي وحاطي له بطانيه فوقه والشمس هذا اللي يعني ماكو ظل يعني يحتمون جن. من عنده ماكو شيء صحراء يعني هاي الظل للسيارة السياره يصير هنا يجون هنا يصير هنا يجون هنا ماسي كثيره اي كثيره في ظل سا... العراق ايه. ما زلنا متمسكين ان نقول انه ما زال واحدا يعني سي. نعم